بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. عندما تسكن الحقيقة القلوب فلا لزوم لللافتة. إبراهيم أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بك أعزائي المشاهدين، وألف ألف مبروك. هي دي الحقيقة وهي دي بداية الحقيقة الجديدة، عشان كده حلقة استثنائية عنوانها الوحيد العشرة يا أهلي. ليلة مباراة يستهل فيها الأهلي مشوار جديد بحثاً عن العشرة، بس المرة الجاية إن شاء الله تروح اليابان. ربنا حين وهنروح. رب ما هو انت بقى هتاخدني معاك ولا هتسيبني؟ ما دي النقطه، هي اللي انت الاساس. الحمد لله على السلامه يا باشمهندس. الله يسلمك. يعني استمتعت؟ استمتعت طبعا بما حدث من يعني من نتائج واحداث وفخر، واللي شفناه من جماهيرنا، واللي شفنا راي الناس في جماهيرنا وفي الاهلي، وما بقيناش محتاجين حتى نتكلم عن نفسنا. العالم يتحدث عن الأهلي، فلماذا نتحدث؟